من اسيوط، هو كان بيقول ان في شخص حاول الانتحار اكتر مره بسبب الظروف المعيشيه والاقتصاديه اللي موجوده، وبيقول ان هو يعني عنده امل كبير ان هو بيشوف بيتابع البرنامج وبيتابع حضرتك. يعني فتقول له ايه؟ ارجو هذا الاخ الكريم ان يكثر من تلاوه القران. نعم. وان يجعل القران الكريم رفيقه دائما. نعم. وان يعلم ان كل شيء في هذا الكون بيد الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. وحسبه ان يتامل قول الله عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا الله وينشر رحمته وهو الولي الحميد. نعم. فبعد ما الناس بتيأس وبتقنط وتوشك وتشرف على الهلاك وما فيش ولا نقطه ميه وفي صحراء جرداء، ينزل الله الغيث. نعم. فيحيي الارض بعد موتها. نعم. ويحيي النبات والحيوان والطير والانسان. نعم. في غمضه عين. نعم. كل يوم هو في شأن، أي مع عباده. نعم. بالتقدير الله سبحانه وتعالى لا يتغير. نعم. إنما هو كل يوم في شأن مع عباده بأقداره وقضائه. نعم. فما في أزمة يا أخي الكريم ولا في كرب يا أخي الكريم إلا قد قدر الله معه انفراجه. نعم. قال ربنا سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، وكررها مرتين عشان نصدق. الله. تمام. وجاب العسر معرفة بالألف واللام عشان يبقى هو نفس العسر. أيوة. وجاب يسرا نكرة علشان يقول إنها يسر من كذا جهة، أكتر من يسر، مش يسر واحد. نعم. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين. يسرين. فإن مع العسر يسر. اليسر إيه؟ نكرة. صح. إن مع العسر هو معرف بالألف واللام. يسرا جديدا. نعم. تمام. نعم. فربنا سبحانه وتعالى بيقدر عسر واحد، وبيقدر من اليسر أبوابا كثيرة. أيوة. وبيقدر كرب واحد، وبيقدر معاه من الفرج أبوابا كثيرة. نعم. فخلي أملك في ربنا وثقتك في ربنا ويقينك على ربنا ولجوءك لربنا أكبر من كل مشاكل الحياة. نعم. واعلم أن الدنيا دي كلها خلصانة يا حبيبي. أيوة الله. وأن كلنا رايحين لربنا سبحانه وتعالى. صحيح. وأنه في القبر الغني والفقير والسعيد والحزين والمبتلى واللي مش مبتلى والمريض والصحيح كله بيتساوى. نعم. وأنه اللي بيبقى يا حبيبي العمل الصالح والإيمان بالله عز وجل اللي بيكتب للإنسان خلود في الجنة أو خلود في النار. نعم. فأوعى تبيع أخرتك الباقية الطويلة العظيمة بدنيا كده كده هتخلص. نعم. وبأزمة كده كده هتتحل بفضل الله وإذن الله، وبكرب كده كده سيعقبه فرج ويسر وفتح من الله عز وجل. أهم حاجة نكون بما عند الله أوثق منا بما في أيدينا. نعم. اللي عند ربنا يا حبيبي على المؤمن مش بعيد. أيوة. اللي عند ربنا أقرب إلينا من اللي في إيدينا. نعم. والمؤمن بيثق في اللي عند الله أكتر ما بيثق في اللي في إيده. والله تعالى يقول: أنا عند الظن عبدي بي. نعم. فمن ظن بي خيرا وجد خيرا، ومن ظن بي غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فبالله عليكم يا شباب، لا تستجيبوا لدعاوى المخربين المفسدين اللي بيزينوا لكم الانتحار وبيقولوا ده حاجه لطيفه وتجربه لطيفه، وشوف في ناس في البرازيل جربوها وناس في كوستاريكا عملوها ونفعت وبتاع. هؤلاء مجرمون. لا تستسلموا للاحزان والكآبه اللي في الدنيا وصعوبات الحياه ومشقات الحياه، واللي مش عارف يجيب ايجار الشقه، واللي مش عارف يجيب مصاريف العيال. كل هذا له عند الله مخرج، ويقابل بالصبر الجميل، ويقابل بالعمل وبذل الجهد وفتح افاق جديده للحياه. ويبقى أمل المؤمن أعظم من أي دعوة من دعاوي اليأس بيحاول المصبطون والمجرمون وشياطين الإنس والجن يزرعوها حواليه. نعم. جزاكم الله خيرا يا دكتور على هذه الإجابة الشافية الوافية، وهي ليست إجابة فقط لهذا المتصل، لكن إجابة لكل الناس اللي حتى عايزة تقاوم الناس أو تعدلهم عن هذا القرار. هي نفس واحدة، فلتكن في سبيل الله بشرف وعزة، وانت واقف على رجليك كده وانت بتواجه الظالمين وتقول لهم انتوا ظلمه، احسن ما ترمي نفسك تحت المترو ولا تروح تنتحر عشان الظروف المعيشيه. هتقول لربنا ايه في الاخر؟ انت مسؤول عن ده.